نشرة الأخبار من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. حركان في عيد الاستقلال، الأول للجيش بعرض عسكري رمزي في وزارة الدفاع الوطني تميز بحضور الرؤساء الثلاثة، الثاني شعبي في ساحة الشهداء تمثل بمسيرة ضخمة تمسكا بعيد الاستقلال وبالمطالب. وبين الحركين الوضع السياسي مأزوم بلا حكومة وبشلل في المؤسسات وبجيوب فارغة وسحوبات مشروطة من المصارف ولا تكفي طالبيها. وعلى خلفية ذلك مخاوف من انهيارات اقتصادية وتفلت الأسعار في السوبر ماركت، ومخاوف من تردي الوضع المالي أكثر، خصوصا وأن على لبنان دفع ملياري دولار بعد 6 أيام عبارة عن فوائد الديون. وفي ضوء ذلك أعلن القطاع التجاري عن اجتماع موسع لكل القطاع الثلاثاء المقبل للبحث في كيفية الرد، ملمحا إلى عصيان مدني. ووسط كل هذه الأجواء يكاد لبنان أن يكون معزولا عن الخارج، حيث تلغي الشركات العربية والأجنبية العديد من الرحلات إلى بيروت بسبب عدم وجود ركاب، إذ أن رحلة على طائرة تتسع لنحو 400 راكب لا يكون على متنها سوى 20 راكبا، الأمر الذي يدفع إلى إلغاء الرحلة أو تحمل الخسارة، وهذا مصدر شكوى. في عيد الاستقلال إذن عرض عسكري رمزي في وزارة الدفاع بحضور الرؤساء الثلاثة الذين لم يستقبلوا اللبنانيين في القصر الجمهوري على ما درجت عليه العادة. ريمان داو. اختلفت الذكرى 76 لعيد الاستقلال شكلا ومضمونا، وأرخت التحركات الشعبية التي انطلقت في 17 من تشرين الأول والتي لا تزال مستمرة بظلالها على الاحتفال. فلم يشهد هذا العام ما شهدته الأعوام الفائتة من عروض عسكرية كبيرة وضخمة في جادة شفيق الوزان، واقتصر الاحتفال على عرض عسكري رمزي في وزارة الدفاع بحضور رئيس الجمهورية، رئيس المجلس النيابي، رئيس الحكومة المستقيلة، ووزيري الدفاع والداخلية والقيادات الأمنية وعدد كبير من العسكريين. بعد وصول كل المدعوين وإطلاق 21 قذيفة مدفعية، وضع رئيس الجمهورية العماد ميشيلعون إكليلا من الزهر على نصب تذكاري لشهداء الجيش، ثم استأذن قائد العرض هذا العام قائد فوج المغاوير العميد مارون القبياتي رئيس الجمهورية للبدء بالعرض العسكري. فبدأ بعرض فيديو على شاشة عملاقة عن الاستقلال في عيده 76 من إنتاج مديرية التوجيه. وشاركت في العرض الوحدات والمجموعات في الجيش اللبناني، في الكلية الحربية، القوات البحرية، لواء الحرس الجمهوري، لواء المشاة 6، فوج التدخل 4، الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة ومديرية جمارك العامة والطبابة العسكرية والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر، الذين ساروا بخطى موقعة ثم تقدمت بخطوات رياضية كل من وحدات فوج المغاوير، فرع مكافحة الإرهاب والتجسس، الفوج المجوقل، وفوج مغاوير البحر. وخلال العرض رصدت دردشة بين الرئيسين عون والحريري ثم بين عون وبري، كما حصلت دردشة بين الحريري وقائد الجيش بعد انتهاء العرض العسكري، ولم يعقد على هامش الاحتفال أي لقاء بين الرؤساء الذين غادروا فور انتهاء العرض. وفي وسط العاصمة كان الاحتفال بالاستقلال استثنائيا هذا العام، 42 فرقة مثلت مختلف شرائح المجتمع المدني اللبناني وقطاعاته شاركت في العرض المدني وسط تنظيم وحضور ملفتين تخطيا كل التوقعات. في مشهد يعكس الثورة والرفض للاستسلام، زحف الألاف إلى ساحة الشهداء ليشاركوا في العرض المدني للعيد 76 للاستقلال. عرض لا يشبه السنوات الماضية، فخرج من إطاره الكلاسيكي ليشمل كل الفئات العمرية والاجتماعية. تقدمه فنانون وصناعيون وأمهات وحرفيون وطلاب وغيرهم من الفئات منضوين تحت راية العلم اللبناني. لباس، أغاني وأناشيد ثورية لم تخلو من رسائل ومطالب كرروها على مدى أكثر من شهر منذ اندلاع ثورة 17 تشرين الأول. 22 تشرين الثاني يوم جمع أبناء الشمال والجنوب والعاصمة وباقي المناطق في ساحة كانت شاهدة على صناعة التاريخ. هذا المشهد الجامع والزاهي بألوانه وأطيافه
أزال دخان الساعات التي سبقته، حيث استيقظ المحتجون في ساحة الشهداء على خبر حريق مجسم نبض الثورة، ليعاد لاحقا إلى مكانه ليكون شاهدا مع أبناء الوطن والمغتربين على ذكرى استقلال مميز. وفي دبي الاحتفاء بعيد الاستقلال لم يقتصر على المدن اللبنانية وحسب، ففي دبي أضاءت السلطات الإماراتية برج خليفة بألوان العلم اللبناني احتفالا بعيد الاستقلال 76. أحييكم من جديد. رئيس الجمهورية الذي واصل مشاوراته التمهيدية لتحديد موعد الاستشارات النيابية تلقى برقية تهنئة بذكرى الاستقلال. بعد التعويل على لقاء يجمع الرؤساء الثلاثة على هامش الاحتفال الرمزي في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الاستقلال 76، أفادت معلومات أن اللقاء اقتصر على السلام والكلام ولم يحصل أي اجتماع، ولكن بحسب المصادر فإن العمل لم يتوقف لحلحلة الملف الحكومي، وبالتالي المحركات مستمرة للعمل على مختلف الأصعدة ومع مختلف الأفرقة. رئيس الجمهورية تلقى برقيات التهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من ملوك وقادة دول عربية وغربية، شددت كل على دعم لبنان وشعبه وعلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة. وفي هذا السياق أبرق مهنئا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، كما تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة للمناسبة من ملك النرويج ومن الرئيس الإيطالي، الذي أكد أن تحقيق الاستقرار في لبنان هدف ينبغي السعي إليه بعزم واندفاع متجدد، وشجع جميع القوى السياسية على الموافقة على برنامج إصلاحي قادر على إحياء البلد وضمان مستقبل من الأمل والرفاه، مشددا على التزام إيطاليا الوطيد في تعزيز مؤسسات لبنان وأمنه واقتصاده. وشدد الرئيس السويسري في تهنئته للرئيس عون على وقوف سويسرا إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ولفت الرئيس البولندي إلى أن بلاده ستبقى على التزامها بمساعدة لبنان وترسيخ التعاون القائم وعلى دفاعها عن وحدة واستقلال واستقرار لبنان، إضافة إلى دعم جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط. وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة للمناسبة من الرئيس الروماني والرئيس الأوكراني والرئيس الصربي والرئيس الكوبي ورئيس الحكومة العراقية السابق إياد علاوي. الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان محور اللقاء الذي جمع الممثل الخاص للرئيس بوتين للشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للرئيس الحريري جورج شعبان. الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي والدعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه والاستقرار السياسي الداخلي فيه، معتبرا عن أمل موسكو في نجاح الجهود التي تبذلها قيادة البلاد بما فيها مساعي الحريري الرامية إلى إيجاد حل سريع يبنى على قاعدة التوافق الوطني حول أهم المسائل الداخلية الملحة، ومن ضمنها صيغة وتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إيجاد حلول فعالة للمشاكل الصعبة والمعقدة التي يعاني منها المجتمع اللبناني. في موقف يعكس مدى ضبابية المرحلة التي يمر بها لبنان، أعلن مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللا توافق داخل الأسرة الدولية لإيجاد حل للأزمة اللبنانية، لافتا إلى وجود لا مبالاة دولية حيال لبنان ومشددا وقوف بلاده إلى جانبه. وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ياس بوصعب أكد على هامش الاحتفال العسكري اللاشئ، مؤكدا بعد فيما يتعلق بقبول الرئيس سعد الحريري أو رفضه التكليف، وهذا ما يؤخر التشكيل الحكومي، مشيرا في حديث لتلفزيون لبنان إلى أن هناك مطالبة محقة وعلينا العمل لتحقيقها. أنا بدي أقول لك اليوم المشكلة صارت اثنين، يعني في مشكلة المطالب المحقة والتظاهر، وفي كتير من العالم اللي عم تتظاهر بالشوارع بعضهم مصرين على مواقفهم المحقة، أنه هن ما جايين لحتى يحكوا بالسياسة، جايين لحتى يحكوا بمطالب محقة
لحتى يقولوا للي ما نجح ما نجحت، وللي فشل وللي عمل فساد عمل فساد. وفي شيء تاني عم يشتغل سياسي وعم بيحاول هلا يشوف كيف بده يقوي موقعه ويحسن موقعه. للشق التاني بقول له انه هيدي ما بتعطي نتيجه. للشق الاول بقول له نخليكم على مواقفكم، لانه كل العالم سمعوا صوتكم وكل السياسيين وكل اللبنانيين سمعوا صوتكم. بننجح اكثر وانتم بتنجحوا اكثر اذا بنضل على هيدا الثبات، وما بنروح على قصه خراب ودمار البلد اقتصاديا وماليا كرمال نسجل مواقف السياسيه. وزيرة الداخلية ريا الحسن وفي حديث لتلفزيون لبنان دعت إلى حوار بين السلطة والمتظاهرين للوصول إلى قواسم مشتركة، مشيرة إلى أن المرحلة تفرض تنازلات مشتركة، وطمأنت أن الوضع الأمني مستقر. نحن اليوم بيمكن بفترة كتير 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 دقيقة، فترة مصيرية نحن لقلنا كلبنانيين إذا كنا من هالجهة أو كنا من هالجهة، لأنه هلأ عم بيتبين أنه نحن جهتين، جهة السلطة وجهة المتظاهرين، ولكن هي بالحقيقة أكثر من جهة. اليوم أهم شيء نحن علينا هي أنه نشوف كيف بدنا نوصل لقواسم مشتركة لحتى ناخد هالبلد على الطريق الصحيح. وإلا نحن إذا بدنا نضلنا كل واحد متشدد من جهته بما يعتبر انه هو الصحيح بالنسبه لهالجهه، نحن ما حنطلع من هالمصيبه اللي نحن فيها، ولا هي مصيبه انا صراحه مشتركه وما في حوار ولا حاليا. لازم يصير في حوار، لازم يصير في تنازل من هون، ولازم يصير في تنازل من هون لحتى نوصل على قواسم مشتركه. السلطه بدها تقدم شيء للمتظاهرين، المتظاهرين بدهم يفتحوا مجال للحوار مع السلطه، والا ما حنوصل لمحل. حتى السياسيين ما في حوار بيناتهم. هلا ان شاء الله هلا بتصور عم يصير في حوار جانبي، انا ما عندي علم هلا بهاليومين شو صار، ولكن انا برايي بدهم يرجعوا يقعدوا على الطاوله. امنيا ما عليك يعني الناس بعدها بالشارع بتطمنيهم، يعني في خطه؟ طمنوا، نحن عم نعمل جهدنا صراحه لحتى نامن اول شيء سلامه المتظاهرين، من ثاني شيء يدلوا في يعني نوع من امان بالبلد ككل. نشر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بمناسبة عيد الاستقلال صورة تضمنت عبارة كلنا يعني كلنا للوطن. رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلاة على نية لبنان في كنيسة الصرح في بكركي، وقال اليوم هو عيد الاستقلال الذي يتساءل البعض عن أي استقلال نتحدث. نقول له هذا الاستقلال عمره 76 عاما، ولكن استقلال التحدي يكمن في سيادة القرار اللبناني وبكل ما يريده الشعب والدولة، وعدم الارتباط بأية دولة أو قوى أخرى لاتخاذ القرار، فهذه أمور يقوم بها الأولاد الصغار وليس الدولة أو المسؤولين، فسيادة القرار وحريته ما أولوية وليس انتظار رأي الدولة الفلانية أو السفير الفلاني، بل نحن ماذا نقول؟ هذا هو الاستقلال، هذه دولتنا وهذا شعبنا وتاريخنا وحضارتنا وثقافتنا. من جدية سد بسري قبلة المنتفضين، مسيرة من المناطق إلى مرج بسري رفضا لإقامة السد وصونا للطبيعة وحماية للبيئة، وتجمع عدد من الناشطين البيئيين من مختلف المناطق وانضموا إلى المعتصمين والمعترضين على السد وأبناء منطقتي جزين وشوف في مرج بسري، ومارسوا نشاطات رياضية وتعرفوا على الأماكن الدينية والأثرية في المرج، واستنكروا الاستدعاءات التي طاولت عددا من شباب الحراك على خلفية خلع بوابة مدخل المرج. وفي يوم الاستقلال مسيرات في المناطق بالتزامن مع توجه مواكب نحو العاصمة. شهدت المناطق اعتصامات في الساحات الرئيسية، واقدم بعض المتظاهرين على اقفال الطرق صباحا لبعض الوقت قبل ان تعيد القوى الامنية فتحها في جميع المناطق. اما ابرز التحركات فكانت مسيرة راجلة اتجهت من اوتوستراد جل الديب باتجاه وسط بيروت، وفي صيدا اعتصام مركزي في ساحة ايليا ردد فيه المعتصمون شعارات لاسقاط النظام الطائفي. المتظاهرون حملوا الاعلام اللبنانية ولافتات تدعو الى التغيير. الحراك ترافق مع رسم مجسم كبير العلم اللبناني وتوزيع الورود على الجيش اللبناني. في طرابلس جابت مسيرات شعبية حاشدة في شوارع المدينة لمناسبة الاستقلال، انطلقت من مستديرة الميناء وجابت شوارع السنترال في الميناء والملا ورياض الصلح والجميزات في طرابلس لتحط المسيرة رحالها في ساحة عبد الحميد كرامي أي ساحة النور. أما في رشية فأقيمت مسيرة ضخمة للحراك المدني في ذكرى الاستقلال، كذلك انطلقت من الشمال
استكمال شعلة الاستقلال مرورا بالمناطق الساحلية اللبنانية وصولا إلى ساحة الشهداء في بيروت إلى بلدة عين عنوب، حيث احتفل الحراك بعيد الاستقلال. وقد ألغى النائب سيزار أبي خليل زيارته للبلدة لوضع إكليل على تمثال شهيد الاستقلال سعيد فخر الدين بعدما أحرق المتظاهرون الإطارات رفضا لهذه الزيارة. أشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا لامرأة تقول أن ابنها كاد أن يتعرض للخطف من قبل متسولة في منطقة جبيل، مؤكدة أنه لم يثبت من مجريات التحقيق والمتابعة وجود عصابات لخطف الأولاد أو ما شابه ذلك، ولم تحصل في الآونة الأخيرة أي عملية خطف، مشددة على أنه لا داعي للقلق أو الخوف من هذا الموضوع. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات على وزير الإعلام الإيراني محمد جواد آدري جهرمي. في المقابل اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيرانية محمد قاذم سجادبور في مؤتمر العولمة في آسيا المعاصرة أن العالم لم يعد أحادي القطبية. في العراق قتل 3 متظاهرين وأصيب أكثر من 30 من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد بحسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتلى سقط بالرصاص، بينما توفي آخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواجهات على جسر الأحرار. وكان المرجع الديني آية الله علي السيستاني وصف في تصريح له ما يمر به العراق بالأزمة الكبرى، مطالبا بقانون جديد للانتخابات. نتنياهو في قفص الاتهام رسميا وهو يصفها بأنها محاولة انقلاب ضده. الاتهامات التي أعلنها المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبلت في بيان نقله تلفزيون ضد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو هي الأولى من نوعها بحق رئيس وزراء في منصبه بكيان العدو. وقال ماندلبلت: هذا يوم صعب وحزين. الاتهامات الثلاث رفضها نتنياهو قائلا في كلمة متلفزة إنه لن يستقيل رغم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في فضيحة فساد وصفها بأنها محاولة انقلاب تقوم على افتراءات وعملية تحقيق منحازة، مدعيا أنه ضحية حملة اضطهاد سياسي ولا يلزمه القانون بالاستقالة بعد اتهامه. ومن المتوقع الإعلان عن إجراء انتخابات ثالثة في غضون أسابيع. إدانة نتنياهو قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة طويلة، لكن أي محاكمة يمكن أن تتأجل لأشهر بسبب الأزمة السياسية. وقد يحاول نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة. أما منافسه بني جينس المنتمي ليسار الوسط فكتب على تويتر: لا يوجد انقلاب في إسرائيل، مجرد محاولة من نتنياهو للتشبث بالسلطة. ميدانيا أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من المستوطنين هاجموا مساكن مواطنين وحرقوا مركبات في نابلس. إلى هنا نصل ويختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.